سوسي عصفوري الأستاذة حميد الأستاذ محمد مجدي الأستاذ أحمد طيبي الأستاذة فاطمة الزهرة اليسفي الأستاذ إلياس أقليبش الأستاذ محمد العلوي الأستاذ أحمد الحجوجي فتتفضل أستاذة نعيمة برحو عضوة مجلس هيئة المحامين بطنجة لتقديم الشواهد التقديرية للزميلات والزملاء المشكورة. المساء ابتداء مساء الخامسة انطلقت فقرة أخرى أو نشاط آخر وعبارة عن حفلة عرف ارتأى مجلس هيئة المحامين طنجة أن يحييه مجددا وهو استقبال المحامين الذين أنهوا فترة التمرين والسجود بجدول الهيئة تكريمهم وتشجيعهم وتحفيزهم للمضي في مسارهم المهني الجديد بخطى ثابتة نحو التألق ونحو التميز ونحو وضع بصماتهم الخاصة في تاريخ هيئة المحامين بطنجة وحمل مشعل القيادمة ومشعل النقباء ومشعل من سبقهم إلى هذه الهيئة. بهذه المناسبة أتمنى لهم التوفيق وأتمنى لهم إن شاء الله مسار مهني حافي ومميز وأن يكونوا في مستوى طموح وتطلعات وأمان هيئة المحامين بطنجة ومهنة المحاماة في المغرب بصفة عامة. فشكرا لكم جدا على الحضور وانا اتمنى ان شاء الله ان نلقاكم في انشطه اخرى. شكرا. نحن سعداء جد السعادة والسرور والفخر أننا شاركنا في هذا الاحتفال منظم طرف هيئة المحامين بطنجة العتيدة بطبيعة الحال والذي كانت محور أساسا في الاحتفال بالمحامون الجدد الذي تم تسجيلهم بجدول كبير لهذه الهيئة. نعم كما جاء على لسان كلمة نقيب هيئة المحامين بطنجة السيد نقيب هشام الوهابي على أن هذا الجيل الجديد هذا الشريحة الكبيرة من السادة المحامون سوف يمثلون مما لا شك فيه دفعة أساسية فعالة حقيقية لوضع الأسس للمحاكمة العادلة برمتها وتحسين الجودة في الممارسة القضائية والتعاطي مع إشكاليات ومشاكل المواطنين بجميع شعبها واختلافاتها. وشكرا. اليوم حضرنا حفل تسلم شواهد بعد انتهاء فترة التمرين والتقييد بالجدول الكبير لهيئة المحامين بطنجة العتيدة. واغتنم هذه المناسبة لأوجه الشكر والتقدير إلى السيد النقيب وسادة أعضاء المجلس على ما قدموه لنا من توجيه واهتمام وتكوين خلال مسار التمرين. كما أتوجه بالشكر لجميع الأساتذة الممرنين لما قدموه لنا كمتمرنين وذلك خلال فترة التمرين. ونتمنى نحمل مشعل المحاماة ومواصلة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم. وأتمنى مسار مهني موفق لجميع زملائي الجديد. والسلام عليكم. اليوم نحن هنا في هذا الحفل لتوزيع شواهد لخريجين أو للمسجلين حديثا في جدول هيئة المحامين بطنجة. ونحن نشكر في هذه المناسبة السيد النقيب على إحيائه لهذه الحفل التي كانت سابقا
تحيا ودائما لتشجيع وتقديم التحفيز للمحامين الجدد. ونشكره مرة أخرى على هذه المبادرة الجميلة ونشكر الصحافة لتواجدها اليوم معنا. الحمد لله، أنا اليوم جد فرحانة وسعيدة أنني كملت فترة التمرين ودخلنا فترة جديدة كمحامية رسمية مع مسؤوليات كاملة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وجميع متمرنات اللي ماشي إن شاء الله. الحفل توج بتسليم شواهد للمحاميات المتمرنات اللي كملوا فترة التمرين ديالهم في الهيئة المحامة بطنجة. حضر الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بطنجة والنقيب الهيئة المحامون بتطوان اليوم نتواجد في هذا الحفل البهيج رفقة تلة من الزملاء لتسليم شواهد نهاية التمرين، وبهذه المناسبة لابد أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للسيد النقيب المحترم سيد أستاذ هشام الوهابي وكذا باقي أعضاء المجلس المحترمين على هذا الحفل والتكريم. ونحن جد سعداء ونفتخر ولنا الفخر أن نكون ضمن هيئة المحامين بطنجة، ونتمنى لنا ولباقي المحامين الزملاء مسار مهني مميز، وكما نتمنى أن نكون عند حسن ظن العدالة.